المجموعات. النهارده عندنا نبدا بالمنتخب المغربي، هي مجموعه بتضم المغرب، بتضم بلجيكا، كرواتيا وكندا. نبدا مع المنتخب المغربي يا كابتن مدحت. منتخب المغرب تصنيفه 22 عالميا. يمكن المدير الفني للمنتخب المغربي هو وليد الرجراجي، والحقيقه انه طبعا هو مغربي الجنسيه، 47 سنه، تولى المسؤوليه يمكن بس في اغسطس الماضي. وابرز انجازاته كانت تتويج بدوري ابطال افريقيا 21-22 مع الوداد المغربي، وده طبعا ظهوره الاول في كاس العالم. نشوف يا كابتن مشوار المنتخب المغربي للوصول لكاس العالم. حاليا الفريق الحقيقه احتل صداره المجموعه التاسعه بتصفيات افريقيا برصيد 18 نقطه، كان ليه 25 هدف وعليه 3 اهداف، بيعتبر هو ثاني اقوى خط هجوم في التصفيات الافريقيه بالكامل بعد المنتخب الجزائري اللي كان ليه 27 هدف. هداف الفريق في التصفيات هو ايوب الكعبي، مهاجم هاتاي سبور التركي، كان برصيد او في رصيده 5 اهداف في التصفيات. خليني اقول لك يا كابتن، او بعد تصدر المجموعه في المرحله النهائيه، طبعا منتخب المغرب واجه كونغو الديمقراطيه في المباراه الاولى، تعادل 1-1، لكن في المباراه الثانيه فاز 4-1 عشان يحسم صعوده للمونديال. ابرز اللعيبه المتوقع تالقها مع المنتخب المغربي، الحقيقه في لعيبه كتير جدا مميزه مع المنتخب المغربي، اشهرهم طبعا هو اشرف حكيمي باك رايت باريس سان جيرمان وقيمته السوقيه 65 مليون يورو. امين حارث لاعب نادي مارسيليا الفرنسي المعار من شالكا وقيمته السوقيه 14 مليون يورو، صنع لعب في نص الملعب الحقيقه هايل جدا. حكيم زياش طبعا جناح تشيلسي الانجليزي وقيمته السوقيه 17 مليون يورو، واضيف كمان عليهم الزلزولي اللاعب المتالق جدا من برشلونه ومعار لاوساسونا. خطه اللعب، نشوف خطه لعب المنتخب المغربي. حقيقه انه خطه لعب المنتخب المغربي 4-3-3، ده اللي بيعتمد عليه وليد الرجراجي. هو الحقيقه قاد الفريق في ماتشين بس يا كابتن، لانه لسه متولي المسؤوليه قريب. كان ماتشين وديين، اعتمد على طريقه واحده هي 4-3-3، ولذلك هي الاقرب انه يبدا بيها، وده التشكيل الاقرب انه يبدا بيه وليد الرجراجي في اول مباراه في البطوله. بونو، ياسين بونو في حراسه المرمى، مزراوي وسايس وداري وحكيمي في الدفاع، في نص الملعب مرابط، سليم الملاح، امين حارث، امامهم سفيان بوفال، زياش والنصيري، يوسف النصيري. لكن خليني اقول لك كمان كابتن يوسف سفيان بوفال، واحد كمان من اللعيبه برضو المميزه جدا، مهاري جدا، كمان لعيب مميز جدا جدا في المنتخب المغربي. ولما نتكلم هنا عن نقاط القوه والضعف في المنتخب المغربي، خليني اقول لك يا كابتن انه منتخب المغرب عنده اكتر من نقطه قوه. رقم واحد الحقيقه عنده الجبهتين اليمين والشمال، بيعمل دايما ثنائيه. يعني لو نوقف ثانيه واحده بس، في ثنائية قوية جدا في الجبهة اليمين عن طريق حكيمي وزياش، والناحية التانية كمان عن طريق سفيان بوفال ومزراوي. نقطة تانية كمان الضغط العالي بيمارسه لاعبي المنتخب المغربي، كمان العرضيات بتكون مميزة جدا. دي أول حالة نشرحها، الضغط العالي اللي بيطبقه المنتخب المغربي. دي كانت مباراة أمام شيلي، بص هنا دايما هنلاقي الضغط يا كابتن بكذا لاعب أو بأكتر من لاعب، ونشوف نكمل الهجمة. هنلاقي هنا فعلا ضغط على ارتورو فيدال لاعب شيلي، اتقطعت الكوره وبقى هنا المهاجم منفرد بحارس المرمى، ودي اعتقد كان اتحسبت ركله جزاء لان هيدخل المدافع يعرقل اللاعب، واتحسبت ضربه جزاء نتيجه للضغط العالي اللي بيمارسه لاعبي المنتخب المغربي. زي ما بقول كمان سلاح تاني مهم جدا العرضيات، دي هنا عرضيه برضو اكتر من هدف بيجي بنفس الجمله دي يا كابتن. العرضيات هنا دي عرضيه كانت في مباراه امام جنوب افريقيا، وهنا بيقطع على طول ايوب الكعبي بيسجل منها هدف. هنشوف نفس اللعبة متكررة تانية، وده الهدف أيوب الكعبي، نفس اللعبة مرة تانية أمام منتخب أمريكا، برضو الكرة بتتلعب عرضية من ناحية الشمال، وهنا بيقطع على طول مهاجم المنتخب المغربي وبيلعب في المرمى. هنا كابتن عايز نقف هنا عند الكرة دي، عايز أشوف هنا اللاعب حكيم زياش وحكيمي، أشرف حكيمي، نشوف الثنائية اللي بتكلم عليه. هنا اللي في الصورة ده كابتن هو أشرف حكيمي، نشوف اللي عليه الدايرة، اللي عليه الدايرة، نشوف اللقطة اللي بعدها. هي بس ترتيب الصور ما كانش مظبوط. نبدأ من هنا. بص يا كابتن، دايما بتكلم على الثنائية بتاعة أشرف حكيمي وحكيم زياش، وإزاي دايما بيتقدم حكيمي يعمل ثنائية قوية جدا مع زياش. بص هنا كابتن، أشرف حكيمي في نص الملعب، نكمل الكرة، نكمل اللعبة، هي الترتيب مش مظبوط، في كرة لا في كذا لقطة قبلها. ايوه بالظبط كده. بص يا كابتن، هو باص الكره لقدام، وبص هنا تلاقي حكيمي بيتقدم، مش بيباص ويقف، لا باص الكره وكمل. هنا كمان يا كابتن بعد ما لعبها لزميله هنلاقيه بيقطع كمان في المساحه دي، وشوف اللي في اليمين خالص ده حكيم زياش بيستلم الكره من لمسه واحده يلعبها لحكيمي اللي كان ورا خالص في نص الملعب، وصل لحد لما وصل للمرمى. دي كره تانية كمان، بص يا كابتن هنا بيستلمها حكيم زياش داخل منطقه الجزاء،
اول ما بيستلمها بص يا كابتن ثانيه واحده نقف هنا لو تاخد بالك هنا في الكادر مفيش حد وراه خالص شوف اللقطه اللي بعدها هتلاقي اشرف حكيمي فتح اهو بالظبط مجرد ما وقف الكوره ظهر له اشرف حكيمي جاي منطلق من الخلف نشوف نكمل اللقطه اللي بعدها وخد هنا المكان واستلم الباس عشان كده زي ما بقول الثنائيه بتاعه اشرف حكيمي وحكيم زياش دي دايما بتكون خطيره جدا في المنتخب المغربي ونفس الكلام الناحيه الثانيه سفيان بوفال ومزراوي دي نقطه بقى ثانيه نقف عندها مشاكل الدفاعيه للمنتخب المغربي زي ما بقول نقطه قوه اشرف حكيمي بيتقدم وبيساند حكيم زياش كابتن في الجبهه اليمنى لكن نبص هنا ونقف ثانيه هنلاقي هنا بص رقم 2 اللي عليه الدايره بالاحمر ده اشرف حكيمي دايما هنا متاخر في التغطيه الدفاعيه لان دايما زي ما بقول بيتقدم قدام كتير جدا بص هنا اللاعب المنتخب الامريكي لوحده تماما نشوف نكمل الهجمه لوحده تماما والكره دي دخلت هدف في مرمى المنتخب المغربي وبص لسه حكيم سوري اشرف حكيمي رقم 2 اللي تحت خالص في الدايره برده ما زال بعيد خالص عن الهجمه نروح يا كابتن للمنتخب الثاني معانا وهو المنتخب البلجيكي بس قبل ما اسيب المنتخب المغربي عايز اقول كابتن منتخب المغرب فعلا يعني واحد من المنتخبات الممتعه جدا جدا لعيبه كتير جدا في الخط الامامي بالاخص عندها مهاره عاليه جدا سفيان بوفال زياش امين حارس من المنتخبات اللي هيبقى ليها شكل حلو وما ينساش البطوله في ارض عربيه اكيد هياخد دعم الجمهور نشوف طبعا. احتفالات المنتخب المغربي بعد الصعود لكاس العالم Yeah.